السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير والصحة وسعادة. في هذا الفيديو أعلق على فيديو أستاذنا صاحب قناة بيسوهات حفظه الله. كان الفيديو عن براغ، عاصمة التشيك، وعن التشيك عموما. أشجعكم إنكم تشوفوا الفيديو ده، لأن هو فعلا فيديو جميل ورائع ومليان معلومات قيمة، بالذات للي عايز يسافر التشيك، سواء هيعيش أو عشان السياحة. التشيك بما فيها عاصمتها براغ بلد جميلة جدا ونظيفة، وأنا معجب بيها فعلا. بس في الفيديو أنا عندي تحفظ على حاجة قالها أستاذنا صاحب قناة بيسوهات، وهي كلامه عن البيف جلاش، أو اللي هي وجبة شوربة اللحمة والخضار. حضراتكم، هو قال إن في المجر وجبة البيف جلاش بيحطوا فيها خضار أكتر ولحمة أقل، بينما في التشيك بيحطوا في وجبة البيف جلاش أو في الشوربة يعني لحمة أكتر وخضار أقل. حضراتكم يا أخوانا، الكلام ده من واقع خبرتي غلط، لأن أنا أحمد مجدي اللي بكلمكم، وأعوذ بالله من كلمة أنا، رحت للتشيك ورحت للمجر وكلت البيف جلاش في التشيك، وكلته أيضا في المجر. فحضراتكم، اللي أنا شفته إن في المجر وجبة البيف جلاش دي بيحطوا فيها لحمة كتير وخضار كتير. فأنا من خبرتي إن المجريين إيدهم فرطة في كمية الأكل اللي بيحطوه في وجبة البيف جلاش، سواء لحمة أو خضار الاتنين. أما التشيك ما بيحطوش في شوربة اللحمة والخضار حاجة تذكر، الشوربة عبارة عن فتافيت لحمة وفتافيت خضار حرفيا، وغالية بما يعادل كانت 6 دولار. الكلام ده زمان، معرفش دلوقتي بكام، يعني دلوقتي هتلاقي سعرها كمان غالي. فأنا حضراتكو لما رحت للتشيك وقعدت وكلت وجبة البيف جلاش دي، اشتكيت للجرسونة، قلت لها ان كمية اللحمة اللي في الشوربة وكمية الخضار لا تذكر، دي فين يا جماعة الاكل اللي في الشوربة؟ فالجرسونة قالت لي اتفضل، مش لازم تاخد الوجبة دي، مش لازم تدفع ثمنها طالما مش عاجباك، وتقدر تتفضل وكده يعني. فقمت انا مشيت وما دفعتش ثمن شوربة اللحمة والخضار، لأنها فعلا مش عادل معايا ان انا ادفع 6 دولار في شوربة سايطة ما فيهاش اكل يذكر. انا حضراتكو لما كلت وجبة البيف جلاش في المجر، هي ارخص من ثمنها في التشيك، لان المجر عموما ارخص من التشيك لمن لا يعلم يعني. بس انا كلتها ببلاش في المجر. ازاي؟ لان انت لما بتقطع تذكرة السايت سينج باص في المجر في بودابشت العاصمة، بيدوك كتيب فيه كوبونات تاكل بيها بيف جلاش في المطعم ببلاش، برضو شوربة الكريز باللبن بتبقى سخنة شوية، تقدر تروح لمطعم تاكلها ببلاش، وجبات معينة تاكلها ببلاش، بيرة. طبعا أنا كنت باخد الكوبون بتاع البيرة، أحاول أطلب من المطعم أو البار إنه يديني بدلها بيبسي، سيفن أب. بعضهم أغلبهم كان بيوافق يعني، المجريين لطاف، بس في قلة منهم قالت لا، البيرة أرخص من المياه الغازية. وعلى فكرة ده الوضع سواء في التشيك أو المجر يعني. فأنت لو في المجر ما ترميش الكوبونات دي، لأنها كوبونات قيمة، تديك تخفيضات عشان تخش حديقة الحيوان بنص التمن، تخش المتاحف بتمن قليل، وهكذا يعني. تقدر تاكل أكلات في مطاعم مختلفة ببلاش. المجر عموما كونها أرخص من التشيك، فده يخلي السايح يحبها في النقطة دي، في نقطة إنها بادجت فريندلي أكتر. أرجو تكونوا فاهميني. لكن لو بنتكلم عن التشيك البيف جلاش بتاعها يا أخوانا ما فيهوش لحمة أكتر من شوربة اللحمة والخضار بتاعة المجر. المجر
سواء لحمة أو خضار في الشوربة هتلاقي أكل كتير. أنا قمت شبعان يا أخوانا في المجر بعد لما أكلت وجبة البيف جلاش، لكن في التشيك أنا أصلا ما أكلتهاش لأن أنا اعترضت على الشوربة نفسها، ما فيهاش أكل يذكر سواء لحمة ولا خضار. فأرجو إن الناس تكون فهمت الفرق بين البيف جلاش في المجر والتشيك كويس، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.